طيب عشان بقى نبتدي نفكر، احنا دلوقتي الفيرست لو قال لنا ان احنا دلوقتي لما بيكون في عندنا فرق في الكونسنتريشن، اللي بيحصل ان بيحصل فلكس او بيحصل يعني مايجريشن من البارتكلز في الجزء اللي فيه هاير كونسنتريشن للجزء اللي فيه لور كونسنتريشن. طب دلوقتي احنا عايزين نعرف الكلام ده ياخد وقت قد ايه، مثلا عايزين نعرف لو احنا عايزين نحسب at any given time الكونسنتريشن هنا كام وهنا كام، نقدر نحسبهم. الفيرست لو ما يسمحليش ان انا اعرف الكلام ده، هو بس بيؤكد لي ان انا هيحصل نت فلو لغايه لما التو كونسنتريشنز الدلتا بارشال سي بارشال اكس ده يساوي صفر. اوكي، فاحنا دلوقتي عايزين نمرج بقى حاجتين مع بعض عشان نطلع حاجه اسمها الفيكس سكند لو. اوكي، الحاجه الاولانيه هندخلها معانا في الايكويشن هي الفيكس فيرست لو، اللي هو الفكره البسيطه بتاعت الفلكس نفسه بيساوي ايه as a function of concentration difference، وهنضيف عليها بقى continuity equation اللي احنا عملناها derivation في الاول، اللي هي partial c partial t بتساوي minus partial j partial x. لو فكرنا الـ two equations دول عايزين نعمل لهم merging مع بعض، نعمل لهم merging مع بعض ازاي؟ ازاي ادخل دي في دي؟ ممكن نفكر في منتهى البساطه ان احنا ناخد الـ jx اللي موجوده هنا دي نعملها partial partial x، يعني ناخد لها derivative with respect to x، ونساوي بقى الجزء ده بالجزء ده، يعني هيبقى عندي هنا partial j partial x، فاخد دي اعوض بيها بقى هنا. فهنشوف الكلام ده كده بنعمله ازاي. فزي ما احنا شفنا كده هناخد الديريفيتيف بتاعنا، يبقى معنى كده يبقى عندي partial c partial t مش بتساوي بقى minus partial j partial x، لا انا هعوض بيها بقى بالديريفيتيف بتاع الفيكس فيرست لو، فالاقي ان هي بتساوي دي في partial square c partial x squared. اوكي، فده طبعا بنتكلم على ال 1 dimensional case. لو في 3 dimensional case طبعا بيبقى في عندي، لو في عندنا diffusion في 3 dimensions بزود بقى كل واحده من dimensions اللي بيحصل فيها diffusion. بس خلينا نفكر اول في الفيرست في الكيس بتاع ال 1 dimensional case عشان هي دي الحاجه اللي هي هتفهمنا الدنيا اكتر شويه، والجنراليزيشن بتاعها 3 dimensional ما هوش صعب. فهدفنا دلوقتي ان احنا نحاول نحل بقى الفيكس سكند لو دي، نحل الايكويشن دي الايكويشن بقى از فانكشن اوف اكس اند تي. يعني دلوقتي لما باجي احسب الكونسنتريشن بتاعي من حل الديفرنشال ايكويشن دي او حل البارشال ديفرنشال ايكويشن دي، هيطلع لي الكونسنتريشن از فانكشن اوف سبيس اكس وتايم تي. لو احنا حليناها الحقيقه في طرق كتيرة لحلها، بس خلينا نتكلم على substitution. يعني في طريقه بسيطه جدا احنا substitute حل كده ونشوف اذا كان الحل ده حقيقي ولا لا. فالحقيقه الناس لقت لو عوضت بالحل اللي هو بالشكل ده بالفورمولا دي، هقدر الاقي ان في الاخر الحل بتاعي ده بيحقق فعلا، يعني concentration of x and t بيساوي حاجه شكلها جاوسيان بالمنظر ده كده، واللي بيتغير فيها as a function of time هو ال variance بتاع جاوسيان كيرف دوت. اوكي، فجاوسيان كده اللي هو جاوسيان بتاع الفارينس بتاع جاوسيان كيرف ده، هنلاقي ان هو الايكويشن بتاعتنا هتلاقيه بتساوي 2 دي تي اللي هو ديفيوجن كونستانت بتاعي تايمز تي زائد سيجما سكوير اوف 0. السيجما سكوير اوف 0 دي يعني معنى كده ده الانيشال كونسنتريشن فارينس بتاعي شكله عامل ازاي. لو تخيلت مثلا انا حطيت نقطه سكر مثلا جوه فلويد، يبقى معنى كده الدلتا اللي هو الفارينس بتاعها ده بيساوي صفر. اوكي، لان هي فعليا مركزه في نقطه محدده كان عندي امبلس كده والباقي كله ما فيش فيه حاجه خالص. اوكي، فالكيرف بتاعي بقى اللي بيحصل فيه مع الوقت ان انا يعني لو تخيلت مثلا ابتديت انا بالكيرف اللي هو اللي هنا ده كده، مع الوقت الكيرف ده بينزل والفارينس بتاعه بيزيد، يبقى معنى كده الكيرف بتاعي في الاخر بيوسع. اوكي، يعني لو تخيلت مثلا حطيت مثلا سكر في كوبايه في مكان معين، هلاقي ان الكونسنتريشن بتاعه فيه يبتدي يقل، وفي الوقت نفسه في بقيه الكوبايه يبتدي يبقى السكر ده موجود. اوكي، لو تخيلتها كده في الاخر هيند اب ان انا عندي كونسنتريشن يونيفورم في كل حته وما بقاش في عندي بيك في مكان معين موجود عندي. اوكي، فممكن نتخيل مثلا من الايكويشن دي ان انا عندي سرعه الحركه او سرعه الديفيوجن بتاعتي، لو تخيلت ده الفرونت بتاع الديفيوجن بيوصل لغايه بيوصل امتى، يبقى معنى كده تخيل ان هو ده الوقت اللي بياخده الديفيوجن عشان يقدر يوصل لمكان معين. يعني لو فرضا انا دلوقتي قلت ان سيجما سكوير اوف 0 دي بتساوي 0، عايز اعرف ان الديفيوجن هيوصل لمسافه مثلا بتساوي مثلا 2 سنتي امتى، يبقى ممكن من الايكويشن دي لا بدلاله الديفيوجن كونستانت انا عارفه، ممكن احسب الوقت اللي فيه يوصل 2 دي تي ده يساوي 2 سنتيمتر. طبعا نلاحظ ان السيجما سكوير دي وحداتها سنتيمتر، مش وحداتها ايه؟ مش وحداتها حاجه ثانيه. يعني لو احنا بصينا على الايكويشن فوق دي لازم الحاجه اللي فوق في الاكسبوننشال كيرف ده في الجاوسيان كيرف دوت، هنلاقي ان الاكس سكوير دي لازم يبقى مقابلها تحت حاجه لها نفس الوحدات عشان يبقى الاثنين في الاخر دايمنشنلس. يعني دي على دي تبقى دايمنشنلس. الابلكيشنز بتاعت الكلام ده كتيره الحقيقه جدا.
يعني ممكن نتكلم فيه على الكيدني داياليسيز او التيشو بيرفيوجن او البلود اوكسجينيشن ان ذا لانجز. في الاخر هنلاقي عندنا المساله بتعتمد على ان احنا يعني بندرس الديفيوجن بتاع بارتيكلز او بتاع مثلا مولكيولز مثلا فيها اوكسجين او بتاع اوكسجين مولكيولز مثلا لو بتكلم على البيرفيوجن او بتكلم على الاوكسجينيشن في اللانج. في الاخر بنلاقي ان احنا في الاخر بندرس بنفس الفيكس فيرست لو والفيكس سكند لو بحيث ان احنا نحسب اذا كان فيها هيحصل ديفيوجن اصلا ولا لا، وإذا كان هيحصل هيوصل في الآخر يبقى الكونسنتريشنز هنا وهنا بيساوي كام، وممكن أحسب في نفس الوقت إمتى الكونسنتريشنز هتبقى قد بعض أو إمتى هوصل للسيتي ستيت بدلالة بقى إيه الحل اللي إحنا حليناه بتاع الفيكس سكند لو.